الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الكهانة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. وقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل أو يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل يعني دية المرأة على عصبتها، وفي الرواية الأخرى على عاقلتها. امرأتان من هذيل، إحداهما ضرة للأخرى، فأخذت عمود فسطاط، عمود خيمة، ورمت هذه، فضربت هذه، وفي بعض الروايات أنها كانت بحجر. على كل حال يمكن هذا وهذا معا، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عليها دية هذا الجنين، وهي غرة. يعني إيش غرة؟ عبد أو أمة، يعني قيمة عبد أو أمة. فلما سمع بهذا أن عليها هذه الدية، وليها يعني المرأة الضاربة، قال: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل؟ يعني كيف أودي وأعطي الدية في طفل لم يولد، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل صارخا حين خرج؟ فمثله ذلك بطل، يعني يبطل، أو مثل هذا يطل، يعني مثل هذا يعطى الدية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى بشيء لا يقال كيف ولا لما ولا يجوز هذا. فظن هذا الرجل أنه بهذا السجع الذي أتى به يعني أنه سيبطل الشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نبطل ما جاء شيئا مما جاء في السنة بهذه الفلسفة ولا بهذا السجع. ولذلك سماه من إخوان الكهان، ودل هذا على تحريم الكهانة. الذين الكهان
يزينون أفعالهم أو أقوالهم بمثل هذه مثل هذا السجع أو مثل هذا. يقول ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة هذه توفيت فكان المرأة المقتولة ديتها على عصابتها على عصبة الأخرى، قال باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله في رواية حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن في رواية أهله ولا يأتي. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا الله ودعاه ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه دعا ودعا ودعا. هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه فدل هذا الحديث على أن العبد المسحور يمكن أن يرقي نفسه ويشفيه له سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى راق يرقيه ويجاهد نفسه في هذا بقراءة الفاتحة والمعوذات ونحوها. ودل هذا أيضا على أنه لا يمل من الدعاء إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ودعا يعني كرر الدعاء كثيرا. فنحن فما يعني أولى بهذا وكثرة الدعاء قلت وما ذاك يا رسول الله قال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل فقال مطبوب يعني مسحور يعني مسحورا قال من طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله. وهذا دل على أن اليهود يعنون كثيرا بالسحر وأرسل موسى في هؤلاء السحرة رجل بني زريق
حلف اليهود كان منافقا قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. في رواية المشاقة، المشط معروف الذي يصرح به، يصرح العبد شعره، والمشاطة ما يخرج من الشعر عند التسريح ويسقط من الشعر. والمشاقة ما يقطع من الكتان. وجفي طلع نخلة ذكر، طلع النخل يعني هو يكون نخلة ذكر، يكون فيها هذا الطلع في مثل العلبة، يكون في داخلها الطلع تفتح ويؤخذ من هذا الطلع ليرمى ويوضع على النخلة الأنثى كي تلقى، هذا اسم التأبير النخل، كي تحمل النخلة حملا جيدا. فيبدو أنه الغشاء الذي يكون هذا أو العلبة هذه، هذا هو جف طلع نخلة ذكر، يعني وضع في هذا وفي داخلها، داخل هذا الغلاف، وربطوه. قال وأين هو؟ قال تحت رعوفة في بئر ذروان، يعني صخرة تكون في أسفل البئر، فهو أدخلها داخل البئر، أو أنه حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه الذي يريد أن يسقي الناس. قال وذروان في بني زريق، يعني بئر معروف. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، وقال هذه البئر التي أريتها. فجاء إلى عائشة وقال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني لونه يعني أحمر كلون الماء الذي يقع فيه الحناء، ولكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ في رواية فهل تنشرت، يعني قال لا، أما أنا قد عافاني الله وشفاني، فكرهت أن أثور أو أن أثير على أحد من الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. والمقصود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، مع أن هؤلاء نقضوا العهود بهذا، لكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عمن ظلمه، سواء كان بسحر أو المرأة التي سمته عفى عنها أيضا. وأمر بها فدفنت دليل على أن ما كان من سحر فإنما يدفن ويكفي هذا الناس شر هذا السحر إن شاء الله. قد يرى، وفي دليل على أن الرؤيا أو العبد المسحور يمكن أن يشفى بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا مع المعوذات،
ويمكن أن يرى رؤيا في المنامية تدله على هذا السحر فيدفنه أو يحرقه. نعم. باب الشرك والسحر من الموبقات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فالنشرة ما هي؟ هي الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته، فما كان من رقية وأمر مباح فهو مباح، وما كان بسحر فلا يجوز أن يفك السحر بسحر آخر، وهذه النشرة لا تجوز بهذا الاعتبار. وهذا بعض السلف ورد عنه أنه كان يأتي بسبع ورقات من شجر السدر ويقرأ عليه شيء من القرآن، وهذا الرجل يعني يعود إليه شأنه مع زوجته الذي كان يؤخذ عنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال: باب السحر. باب إن من البيان سحرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس ببيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر، يعني أن الكلام قد يفعل بالناس فعل السحر. وهذا قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، إن كان في الحق فهو ممدوح، وإن كان لإبطال حق أو في باطل فيذم هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان. وقال في وصف المنافق ووصف المؤمن: المؤمن قال: غر كريم عيي، يعني ليس صاحب بيان وكلام كثير. وأما المنافق فعليم اللسان ولئيم. فالمقصود من الكلام أن كثرة الكلام وكثرة البيان ليس هي من صفات المؤمنين، فلذلك ليس يعني لا ينبغي أن نتأثر بهذه البهرجة وبكثرة الكلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الأدب المفرد، قال: إن تشقيق الكلام من الشيطان، تشقيق الكلام في الخطب من الشيطان. فعجب الناس من هذا، من بيان هذين الرجلين، فهذا ليس بممدوح، ليس بممدوح. باب الدواء بالعجوة للسحر. تقدم معنا حديث من تصبح بسبعة امرأة من العجوة لم يضره سم ولا سحر. باب لهامة. عن أبي سلمة، هذا باب مكرر، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة. وقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. جاء من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا شاء الله كان. على كل حال، ما في عدوى بذاتها، وإنما قد تحدث العدوى كسبب من الأسباب. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولدن ممرض على مصح، يعني المريض لا يأتي على رجل غير مريض وقد يصيبه بالعدوى بهذا. وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره، يعني أبو هريرة حدث بالحديث الأول ولما ذكر الحديث الثاني لا يولدن ممرض على مصح ذكروه بحديثه الأول فلم يتذكر ونسي. وهنا كيف نجمع بين هذا وبين قوله: فما نسيت
شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط؟ الجواب أن بعد بلاغ الحديث يمكن أن ينسى، أما قبل البلاغ فما نسي شيئا قط. قال: باب لا عدوى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة أو الكلمة الحسنة. يعني عندما يعني يحدث أمر فيتكلم إنسان بكلمة طيبة، أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو من عند المشركين قيل: هذا سهيل، قال: سهل أمركم. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من إذاء المسلمين، فإن كانوا آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين فلا غرابة أن يؤذوا المؤمنين. وفي بيان كذب اليهود، وفي عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن طريق أخرى عنه بلفظ: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. هذا دل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة من الكبائر. وهنا في هذا الحديث لنا فيه وقفتان: الوقفة الأولى متعلقة بخالد خالدا فيها أبدا، أو خالدا مخلدا فيها أبدا، والوقفة الأخرى في قتل النفس. أما قتل النفس
فكما ترون أنه إيش حكمه إيش؟ أنه من الكبائر. فلو أن رجلا قتل نفسه وقصده الخير كأن يتبرع مثلا بقلبه أو بكبده ومات يتبرع للرجل، ما حكم ذلك؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز، هو مرتكب لكبيرة من الكبائر وإن حسنت النية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن من شرط العمل، عمل المسلم من شرطه أو يجتمع لابد من شرطين لقبول هذا العمل، الإخلاص والمتابعة. فهذا الرجل وإن كان مخلصا لكنه إيش؟ بالمتابعة. فلو أن رجلا قاتل نفسه فجر نفسه في أعداء الإسلام، هذا عمله إيش؟ عمل صالح؟ ها؟ وآخر سيئا، نعم. فهذا نيته حسنة ولكن عمله قبيح، فهل يقبل منه هذا العمل؟ لو أن رجلا رأى امرأة في الطريق جميلة ظل يمشي ينظر إليها يقول سبحان الله أتفكر في خلق الله، فنيته حسنة لكن عمله قبيح لا يقبل الله. فلذلك هذا يدل على أن العمليات التي يسمونها عمليات استشهادية أو انتحارية هذه لا تجوز ولا تحل. واضح هؤلاء؟ هذا أخسر الطريق في الرد على هؤلاء. والأمر الآخر في تخليد مرتكب هذه الكبيرة، النص يقول خالدا مخلدا فيها أبدا. أهل السنة اختلفوا في معنى هذا مع اتفاقهم على أن هذا ليس مقصودا به الخلود، خلود الكفار. وأصح جواب فيما أظن أنا أنه يقال أنه مستحق للتخليد في جهنم، ولكن منعه مانع من الخلود في النار وهو التوحيد الذي عنده. هذا باختصار، وأظن أنه جواب نافع وقوي. باب ألباني الأتن، يعني الأتان أنثى الحمار. عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد في رواية معلقة عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ ونشرب من ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره، يعني ذكر الحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع. فالذي يفهم من هذا أنه لا بأس بألبان الحمار، الإتان الحمار الأنثى، ولكن في النفس من ذلك شيء، أحتاج إلى دليل
أكثر بل يعني أعظم من هذا، بل الدليل يدل والله أعلم على تحريم الحمر الأهلية، اللحوم وغير اللحوم، والعلة واحدة وهي قوله إنها رجس، إنها نجس، فلا يجوز، والحالة هذه لا تداوي. وأما قوله المسلمون يتداوون بها فهذا كلام فضفاض واسع، أحتاج إلى يعني إعادة نظر أو تأكد من هذا الأمر. قال: باب إذا وقع الذباب في الإناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أو شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وما المقصود بالذباب هنا؟ نعم، تعرفون الذباب؟ كل شيء الذي تذبه إذا ذببته آب، فأي ذباب يفعل به هذا حتى لو كان من النحل، والبعوض وغير ذلك، هذه كلها ذباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذباب كله في النار إلا النحل، يعني لتعذيب أهل النار، ليس أنه في النار يعذب، يعذب الله به. فإذا لا إشكال في أن يقع الذباب في الإناء، ولكن الإشكال أنك تبقيه يعني ترفعه دون أن تسقطه وتطرحه في الشراب كاملا، ثم ترمي به بعد ذلك. في إشكال في هذا، بعض الناس أنكر هذا الحديث بعقله، مثل الغزالي والقرضاوي وأمثال هؤلاء ينكرون الأحاديث بعقولهم، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغمس الذباب في الشراب واشربه؟ قال: ما في كيف، هو بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، فلا يجوز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، فإنه ما قال هذا إلا بوحي من الله تعالى. وهذه الأمة أمة إيمان، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب هذه الأمة بالإيمان. قال السلف: فما كان في بني إسرائيل كان يقال لهم: يا أيها المساكين، وأما نحن نقول: يا أيها الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالإيمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. لماذا؟ لأن هذه الأمة اشتهرت بإسلامها وإيمانها، بإسلامها من حيث الانقياد والاستسلام، وبإيمانها من حيث يعني الإسلام، من حيث انقيادها واستسلامها في الأعمال، فينقادون بأفعالهم. وأما في الإيمان فإنما هم يعتقدون في الأخبار وفي الاعتقادات مباشرة دون ما إدخال عقل في النص، فتميزت هذه الأمة بأنها تؤمن بالغيب، إذا أخبرها نبيها صلى الله عليه وسلم بشيء فتؤمن مباشرة وتصدق،
الذي جاء بالصدق وصدق به، فنصدق الصدق الذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن يتأصل عندنا هذا، وهو ماذا؟ الإيمان بأي حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول هذا حديث أحاد، هذا حديث كذا، هذا يمكن كذا، هذا لا أقتنع به، هذا لا يراه الأمر، أو لما أو كيف، وهكذا. هذا ليس من سمة هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.